شلون تشوفها دكتور الدائرة المتوسطة؟ قسم يقولون انه هي هذه بدعة سياسية تم استحداثها الان، شلون تقراها؟ هو المشكلة بالانتخابات بالعراق، قوانين الانتخابات بالعراق هي ما تخضع اساسا لا للجوانب التقنية ولا تخضع لنموذج عراقي انه يتلائم مع تراكمات التجربة ومحاولة تجاوز اخطاء الماضي. تخضع لمزاجية زعماء الكتل السياسية ورغبات الكتل السياسية. ولذلك هذا الجدل انه هو انعكاس المن انعكاس لمزاجيه ورغبات كتل سياسيه لا تريد ان يكون هنالك نموذج يتعلق بالدرجه الاساس لاصلاح النظام الانتخابي ولنظام انتخابات يعيد ثقه المواطن بالعمليه الانتخابيه. كل ما هنالك هو، وهذا ليس يعني غير مشروع، لكن عندما يكون مصلحة خاصة على حساب مصلحة عامة بالتأكيد هنا راح يصير أكو إشكالية بالموضوع. هسه قانون الانتخابات تشوف هو يحقق مطالب الإصلاح والتغيير لو هو مسألة لإعادة تدوير الوجوه؟ هو هذه المفارقة هنا ما بين رغبة الشارع وما بين رغبة التظاهرات بأن يكون نظام الانتخابات يضمن تمثيل حقيقي، وما بين رغبة كتل سياسية مختلفة بشأن كيفية إبقاء الوضع على ما هو عليه لتضمان تمثيل دوائر انتخابية تضمن مصالح. هذه الدوائر المتوسطة فعلا هي بالحقيقة قد يكون أنه إحنا راح نبدي نجربها بالعراق، مو نموذج جبناه مجرب. مثلا ساتليكو جربناه بس ما جربناه، شوهناه مرة ثانية من خلينا 1.7 واحد، يعني هذه التجربة كانت تختلف بالعراق. ممكن هذه التجربة تكون على الرغم من حداثتها تكون بها خير، يعني مو هي معيارها يعني. وين معيارها؟ هل هي توازن بين ما يريده الشارع بإصلاح النظام الانتخابي وبين ما يريده زعماء الكتل السياسية؟ لو معيارها بالدرجة الأساس قائم على أنه أريد نصحح مسار عملية انتخابية